أهلا بكم، أنا الدكتور قاسم عزيز، وأنا رئيس في وأنا أستاذ في تخصص الأعصاب وأمراض أمراض الجهاز الهضمي في لندن، وأنا أعمل على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من متلازمة إهلرز دانلوز، وبالتالي أريد أن نتحدث عن الأشياء أو الجوانب أو الأنواع الشهيرة من إهلرز دانلوز، لا سيما الوعائية منها. وهنا لدينا وصف للأعراض الهضمية في الأشخاص الذين يعانون من متلازمة إهلرز دانلوز، سواء كانت التمططية أو الوعائية. فيما يخص التمططية، فإن هؤلاء الأشخاص لديهم قواسم مشتركة فيما يخص فيما يتعلق بالأعراض، والتي من بينها الإغماء الذي يمكن أن يحدث في ثلثي المرضى، وثلث المرضى الآخر أيضا يعاني من أعراض أخرى، ممكن كذلك الانتفاخ البطني، وهذه عرض تعانى منه كثير من المصابين، وهذا أمر شائع جدا. كذلك هناك نوعين من سوء الهضم، أولهما له علاقة بالأمراض أو له علاقة بالآلام، آلام الجهاز الهضمي، والأمر الآخر له علاقة بما بعد الأكل، وهي شهيرة جدا هذه الأعراض في عياداتنا. لذلك فإن الأعراض الأكثر شهرة وشيوعا هي فيما يخص الأمعاء، هو آلام البطن، وهو أمر يحدث في أكبر عدد من المرضى، وهناك مشاكل أخرى مثل صعوبة الإخراج والإمساك، وهناك مشاكل أخرى لها علاقة بالأمراض الهضمية. الكثير من الأشخاص الذين يعانون من إمساك لمدة يومين، ثم بعد ذلك يعانون من الإسهال، ثم يعودون بعد ذلك إلى الإمساك مرة أخرى، وبالتالي فهذا شائع عند أصحاب متلازمة إهلرز دانلوز. وعليه ما المضاعفات التي نراها نحن في مرضانا، والتي قسمتهم إلى سنقسم هذه الأعراض إلى ما لها علاقة بالتشريح، أي عندما يكون هناك تشوه في في هيكلة هذه الأعضاء عند هؤلاء المرضى. أنا بعد ذلك سنتحدث عن مشكلة ربما يكون من الصعب معالجتها، وألا هو الإسهال المزمن، ويفهم على أنه إسهال لكنه في الحقيقة هو إمساك. هذا مصحوب دائما بألم في منطقة البطن، وأحيانا لا يحدث التشخيص لها بشكل جيد. يمكن أن ينظر إلى التشخيص على أنه آلام في منطقة المعدة، لكنه والمشكلة تكمن في الأمعاء في المقام الأول. أيضا هناك مشكلة أخرى، ألا وهي الارتجاع المريئي، وهذا المرض يحدث عند الكثير من الأشخاص الذين لديهم حساسية كذلك. هذا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص يمكن أن يكون لديهم مضاعفات نتيجة لهذه الحساسية. كذلك هناك بعض الأشخاص الآخرين الذين يكون لديهم ضغط على أحد الأوردة أو الشرايين الموجودة في الأمعاء، مما يسبب آلام أو اضطرابات نزفية، أو نحن نعرف أن هناك علاقة بين متلازمة إهلرز دانلوس من نوعها الوعائي ومتلازمة
الانتصاب وتزامة ارتفاع الضغط الانتصابي. نحن سنتحدث هنا في المقام الأول عن الفتق. نحن نعرف أن الجدار البطن به العديد من الأماكن الضعيفة جدا، ولهذا فإن الأمعاء يمكن أن تخرج من العضلة أو من عضلة البطن. نرى هنا في الجانب الأيمن من الشاشة أن هناك فتقا موجودا في الأمعاء، وذهب هذا الفتق إلى أبعد من العضلة، تجاوز العضلة ويقوم بالضغط على الجلد إلى الخارج، وبالتالي فهناك آلاما كثيرة جدا. وقد حدث هذا الفتق في المنطقة الضعيفة من البطن، يمكن أن ينتج عن ذلك أيضا تراكم الدهون في الجانب الأسفل من البطن، و هذا أيضا يحدث في أكبر عدد من لديهم متلازمة إهلرس دانلوز من النوع الوعائي. كذلك نرى أن هناك زيادة في الضغط على البطن عندما مثلا نقوم بالسعال أو بالعطس، فإن هذا يمثل ضغطا على البطن، وهذا يعزز إمكانية حدوث الفتق. وإن كان على الرغم من أنه في بعض الحالات يحدث هذا الفتق ويكون فتقا داخليا، وهذا يسبب كثيرا من الآلام جدا. هناك العديد من الأمراض من المرضى الذين لديهم حدوثا للفتق السري، وأيضا هناك العديد من حالات الجراحة التي حدث فيها مشكلة بعد الجرح أو في منطقة الجرح، يمكن أن يحدث فيها مثلا فتقا أو أيضا في الجانب الأعلى من البطن، وأيضا منطقة القص كذلك يمكن أن يحدث هذا الفتق في المنطقة الإربية من الجسم. وهؤلاء الأشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من الفتق، لا سيما في الأنواع الكلاسيكية من متلازمة إهلرس-دانلوس، أو حتى في النوع القلبي أو في النوع الوعائي أو حتى في النوع التمططي الشديد. أيضا نرى نوعا آخر من الفتق الداخلي الذي يوصف على أنه فتق للحجاب الحاجز، وهذا يحدث عندما يقوم الحجاب الحاجز هنا عند المعدة بالخرق، عندما يخرق فهذا يحدث مثلا عندما يحدث الفتق هذا، فإنه يمكن أن يدخل إلى تجويف المعدة، أن يصل هذا الفتق إلى تجويف المعدة وأن يحدث ثقبا عند المريء، وأن يسبب مشكلة بين المريء وبين المعدة. في بعض الأحيان تكون هذه المنطقة مطاطة، وبالتالي حدوث فتق في الحجاب الحاجز يمكن أن يؤدي إلى مشكلة في الجانب السفلي من المريء عند اتصاله بالمعدة، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتجاع حمضي للأشخاص. هذا النوع من الفتق يمكن أن يؤدي إلى تراكم الطعام داخل هذه المنطقة، وبالتالي يكون هناك مشكلة في البلع وأيضا ارتجاعا في المريء. يمكن أن يمتد أيضا هذا الفتق إلى الجانب الأعلى من المريء، ويمكن أن يصل حتى إلى الفم. في بعض الحالات يتوقف هذا النوع من الفتق ولا يمتد إلى مناطق أخرى، لهذا يمكن أن يحدث مضاعفات كثيرة هذا النوع من الفتق. أيضا من المضاعفات الأخرى التي نراها في مرضى آخرين مثل
البيثيروبتوسيس، وهذه هي صورة أمامكم تصويرا للمعدة، وما يمكن أن نراه هنا هو أن العظم، هذا العظم العاني، هو في هذه الحالة تتدلى هذه المعدة قليلا عند العظم العاني. وفي هذه الصورة الأخرى يظهر لنا أن المصران الرقيق يقوم يسند على هذه على منطقة العانة، هذا في الصورة رقم سا، صورة سا، يمكن أن نرى أن الكولون، القولون في هذه الحالة يجب أن يكون في مكانه، لكنه في هذه الحالة هو معلق القولون على الحوض، لذلك فإن هذا النوع من الأعراض التي لدينا عندما تتدلى هذه الأعضاء فنحن نشخصها على أنها هذا النوع من المتلازمة. هناك الكثير أيضا في من الحالات التي يتدلى فيها هذا العضو على الحوض ويفتق ليحدث بعد ذلك نزيفا، ويكون أيضا مسحوبا في بعض الحالات بشك ووخز وآلام آلام شديدة حتى. لهذا فإن الحوض والمعدة يمكن أن يتأثر بهذا الشكل. في بعض الحالات أيضا يكون هناك التزام أيضا، أو تتدلى هذه الأعضاء عندما يغير الأشخاص وضعيتهم مثلا، أو أن يقوموا بالانطلاق مرة واحدة أو الوقوف فجأة، وبهذا يمكن أن تتأثر أيضا الأوعية الكبيرة للتجويف المعدي مثل الشريان المعدي الأساسي أو شرايين الجزء الأعلى من المعدة، وهذا يمكن أن يحدث آلاما كثيرة جدا. أما فيما يتعلق بعلاج هذا النوع من الفتق فيمكن أن يكون علاجا جراحيا، لا سيما في الحالات التي ذكرناها قبل ذلك، سواء فيما يتعلق بفتق السري أو فتق الحجاب الحاجز، هذه علاجها عادة يكون جراحيا. وهناك بيانات قليلة جدا فيما يخص نتائج هذه الجراحات. الكثير من الجراحين لا يريدون أن يقوموا بذلك بسبب نقص خبرتهم، ولأنهم لا يعرفون النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها، أو كيفية معالجة هذه الأحشاء المتدلية. هناك أيضا بعض المرضى الذين يظهرون أعراضا بسيطة جدا، وبالتالي لا يتطلب في حالتهم التدخل الجراحي. أما فيما يخص الإمساك فهو أحد المشكلات الأكثر شيوعا في متلازمة إهلرس-دانلوس في هذه الحالة. أنا أظهر لكم هنا المعدة، وقمنا بإعطاء بعض الكبسولات إلى المريض، قمنا بإعطاء المريض بعض الكبسولات، نعم، ثم قمنا بعد 5 أيام بتصوير للمعدة، واتضح لنا أن الكبسولات لا زالت موجودة هناك في المعدة، ومما شخصناها على أنها إمساك من النوع البطيء. أيضا في الجانب الأيسر من الصورة نرى التشريحة الطبيعية لجزء الحوض، مثلا المستقيم الذي يتصل هنا بالقولون، ونرى بعد ذلك قناة الشرج، ونرى هنا الرحم فيما يخص هنا امرأة، ونرى المثانة عفوا، و
هذه هي الصور الطبيعية. يمكن أن يحدث فتقا هنا في هذه المنطقة يؤدي إلى ضغط كبير جدا على هذه المناطق السفلية والأحشاء السفلية، والذي بدوره يمكن أن يعيق السير الطبيعي للطعام داخل الأمعاء. يمكن أن يحدث أيضا انسدادا للمستقيم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى شعور بمضايقة أو بآلام كبيرة. ونحن في هذه الحالة نحاول معالجة الأرضية أو قاع الحوض، ونحن لدينا متخصصين في العلاج الطبيعي لمعالجة قاع الحوض لتفادي المشكلات الناجمة عن هذا النوع من الأمراض. أما في الحالات المتعسرة فيجب التدخل الجراحي. ذكرت أيضا أو تحدثت أيضا عن الإسهال المزمن، ويمكن أن نستخدم هذا التشابه في هنا مثلا في الجانب الأعلى من الجبل لدينا تدليا للماء، ثم الماء يسقط إلى أسفل ويذوب الجليد ويسقط إلى أسفل. هذا يمكننا أن نستخدمه بشكل متشابه بالنسبة للأمراض، بالنسبة للمريض عفوا، لأن المريض في بعض الحالات يمكن أن تتكسر الأشياء في معدته، هي الطعام في معدته، ثم يبدأ في الخروج سائل. لهذا فيمكن أن يعاني المريض من الإمساك لمدة أسابيع، ثم يضطر إلى الذهاب أو يحتاج إلى الذهاب فورا إلى الحمام، ويظن أنه إسهال، وفي الفعل يكون إسهالا يمكن أن يمتد ليوم أو يومين، لكن هذا هو إسهال كاذب. في بعض الأحيان يكون إسهالا كاذبا، و يجب وهو أحد الأعراض التي ينظر إليها على اعتبارها عرضا لهذا المرض. لذلك فالعلاج يكون أولا من خلال عمل صورة إشعاعية لمحاولة إعطاء أدوية تخرج هذا الطعام، وأيضا في حالات الأشخاص الذين نقوم بتنظير معدتهم يمكننا أن نعطيهم ملينات، هذا النوع من الملينات يمكن أن يساهم في إخراج الفضلات التي لديهم. ولن نتحدث كثيرا عن أو لن نطيل طويلا بالنسبة لهذا الإسهال. أيضا فيما يخص جدار البطن يمكن أن نقول أن جدار البطن به العديد من العضلات وبه كذلك الأعصاب التي يمكن أن تحدث آلاما كبيرة جدا. هنا على سبيل المثال في وسط هذا في وسط العضلة الوسطية لأعلى البطن يمكن أن يحدث به آلام. هذه العضلات التي نعمل عليها كثيرا في الجيم ليكون لدينا فورمة قوية جدا، هذه العضلات يمكن أن تتأثر أيضا عند مرضى هذا النوع من المرض. هنا أيضا بالنسبة للأعصاب، الأعصاب الجلدية العليا تمر من خلال العضلات وتمر من قناة لهذه العضلات، ونرى هذا الحبل الأبيض الذي يمر من خلال هذا النسيج وبعد ذلك ينتقل عبر قناة ليفية
ويقوم بعد ذلك بتصريف الدم في هذه النقطة. هذا العصب يمكن أن يسد بسبب الجهد وبسبب الضغط على هذه العضلات، لأن الضغط الموجود على هذه العضلات لا سيما في أولئك الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة جدا يمكن هنا أن يقوم بسد هذا العصب، وحله قد يكون أيضا بالتدخل الجراحي. يمكن أيضا في الحالات التي نقوم فيها بإخضاع المريض لعملية جراحية أن يتأثر هذا العصب بشكل مباشر، ولهذا فنحن نفكر بأن تقوية هذه العضلات قليل، وبالتالي يجب تقوية هذه العضلات لإحداث نوع من الاستقرار والحيلولة دون سد هذا العصب. وهناك العديد من الدراسات التي قمنا بها في قسمنا مؤخرا أن هناك حالة مشتركة بين الكثير ممن يعانون من متلازمة إهلس دانلوس، ألا وهي الآلام التي يعاني منها هذه الأعصاب التي يعانون منها في منطقة عصب البطن، وقد يمتد هذا الألم لمدة 7 أيام أو أكثر، ويكون الألم يحدث الألم إزاء أي جهد يقوم به هذا المريض. لهذا فإن لدينا العديد من الأعصاب في هذه المنطقة يمكن أن تتأثر، وبالتالي فعلاج هذا ممكن أن يكون من خلال تطبيق وضع حرارة على هذه المنطقة، ممارسة الرياضة بشكل حذر جدا، وإعطاء إيبوبروفين، وإعطاء جل لتلطيف الآلام في هذه المنطقة، وكذلك القيام بعمل تمارين لتقوية هذه المنطقة. يمكن أن نقوم بهذا الأمر من خلال متخصص في العلاج الطبيعي. نحن لدينا خبراء في هذا المجال وساعدونا كثيرا جدا في إعطاء أو تقديم نصائح للمرضى الذين يعانون من هذا المرض. لهذا نقوم بإرسال أو بمعالجة مرضانا من خلال أيضا وضع مخدر موضعي. أحيانا يشعر بعض المرضى بالتحسن لمدة أسابيع، بعضهم يشعر بالتحسن دائما ولا يعود إلينا، وبعضهم يعود إلينا أيضا في بعض الأحيان. هناك أيضا تقنية أخرى، ألا وهي قطع فغر هذا العصب. يمكننا من خلال تدخل جراحي قطع جزء من هذا العصب. في أوروبا وفي هولندا هناك متخصصون في هذا النوع من التدخلات الجراحية. والآن طبعا يجب أن نقول أن تحرير الهستامين في المسار الهضمي ولا سيما السفلي، فكل هذا قد يؤدي إلى أضرار وأوجاع وإسهال، حيث أن هذا قد يحصل عند الأكل أو بعد الأكل، وقد يتسبب في غازات وفي انتفاخ البطن، وكل هذا طبعا مصحوبا بأعراض أخرى ولا سيما على صعيد الشرايين والقلب، وهو الأمر الذي يتجلى فيما في هبات حرارية وفي اضطراب في دقات القلب، بالإضافة إلى تعرقات وإلى تقرحات وجفاف في الجلد، وكل هذا له علاقة بتلك الاضطرابات. طبعا أنا لا أريد أن أخوض في العلاجات لأن هذا سيكون
سيعالجه أحد الزملاء، لكن أعتقد أن هناك معالجة لا بأس بها من خلال الأنتي إستامين ومن خلال عدد من الأدوية التي تعالج الحساسية، وقد تمت تجربة هذه الأدوية في المملكة المتحدة بالإضافة إلى الأدوية المضادة للالتهابات وأيضا مثل كروموغليتاتو للصوديوم، وكلها مفيدة لمرضانا. وأيضا لدينا استجابات ونتائج جيدة جدا لهذه العلاجات. بالنسبة لالتهاب المريء فهذا طبعا يتجمع آثاره في المريء، ولدينا هنا هذه الصور وهي من خلال تنظير داخلي، ونرى كيف أن هذا المريء هو جيد وبحال في حالة طبيعية على اليسار، في حين أن الصورة اليمنى فهنا لدينا التهاب المريء، ونرى كيف أن هناك عدد من يعني الحلقات التي تظهر نتوءات غير طبيعية في المريء، وهو الأمر الذي يؤدي إلى هذا الغشاء غير الطبيعي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى آلام وأوجاع. ونحن محظوظون لأننا الآن يمكن أن نستفيد من هذه المناظير التي تجعلنا نرى عن كثب، لكن إذا الصورة لم تكن واضحة بحيث أنها ربما قد تكون متخفية وراء عضو آخر أو غير واضحة، فبإمكاننا أن نأخذ خزعة أو عينة ونحللها ونحيلها على مختبر، وهذا طبعا له بعض الآثار عندما نأخذ بعض الأطعمة مثل القمح والصويا والمكسرات والألبان ومشتقاتها أو الاستيرويدات، وكل هذه الأطعمة قد تؤجج من هذه المشاكل أو تتسبب فيها، و بالتالي نحن نستعمل في هذه الحالات الأدوية تستند إلى الاستيرويدات، وكثيرا ما تختفي هذه الأعراض بعد تناول الدواء بعد أسبوعين. وأنا وأكد أن كل هذه الاضطرابات فعلا تؤدي إلى أوجاع وآلام مبرحة، لكن من الممكن أن نتفاداها من خلال هذه الأدوية التي أشرت إليها. والآن بودي أن أتحدث عن مريض استفدنا منه كثيرا، وهو ما يصطلح عليه بال هذه هنا لدينا الأبهر، الشريان الأبهر الذي يأتي مباشرة من القلب وينزل إلى المعدة، وهنا لدينا شريان المعدي، وهنا لدينا المعدة، حيث هنا لدينا الممر الذي له هذا الشكل عبارة عن سي مثل حرف سي، و في بعض وهنا لدينا هذا الجوف أو هذا التجوف. وفي الحالات الطبيعية فإن الشريان يكون بعيدا، وحيث أن هناك بعض الشحوم التي تفصل بين الاثنين، ولكن إذا كانت هناك هزيلة سريعة وتم فقدان هذه الشحوم، فإن الشريان العلوي قد يتدلى، وبالتالي هذا قد يخنق ممر الطعام في
وشاته إلى الأمعاء، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى دوار وفي بعض الأحيان حتى إلى إغماء. وفي هذا المشكل من الصعوبة بمكان أن يتم تشخيصه، بحيث أننا لا من الصعوبة بمكان أيضا أن نكتشف هذا الاختلال. وكما تعلمون فإن الأمر قد لا يقتصر على اختناق الممر نحو الأمعاء، بل أنه قد أيضا يؤدي إلى اختناق الشريان المعدي، وهو ما نسميه بمتلازمة دق البندق. وهناك حالات أخرى مثل ما ترون هنا، هذه الشريانات التي تتفرع على فرعين في مسارين، وهنا لدينا ضيق، أو هنا لدينا هذا الانحباس كما ترون على صعيد الشريان الأسفل، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انحباس الدم وعدم وصوله بشكل طبيعي إلى أسفل البطن. أيضا لدينا متلازمة الانسداد الوعائي، وهو كثيرا ما يجري على صعيد الشريان الأبهر، وهنا قد يكون له تأثير سلبي على المعدة وعلى الجزء السفلي منها تحديدا، حيث أن هذه الشرايين قد تضيق وقد يتحول موضعها بسبب الضغوط، وهذا قد يؤدي إلى ألم فعلا مبرح وشديد، ولا سيما بعد الأكل. وهذه الظاهرة أيضا أو هذا الاضطراب أيضا من الصعوبة بمكان تشخيصه واكتشافه. وإذا أردنا أن ننتقل إلى تعقيدات أخرى، لدينا مثلا الانتقاب المعدة، حيث لدينا أيضا فتق في الجدار المعدي وأيضا في جدار الحاجب، وهنا لدينا انحباس على صعيد بعض الأنسجة التي قد تموت وبالتالي تتعفن، وهو الأمر الذي قد يتسبب في النزيف. وكما ترون تحت هذه الصور هذه إشعاعية، كما ترون تحت الحاجب هناك لون أو ظلال أو لون قاتم، وهذا يعني وجود فتق على صعيد الحاجب، وهو الفتق الذي يجعل الأمعاء قد تخرج من مكانها الطبيعي وقد تضغط على الشرايين. وأيضا لدينا تمدد على صعيد الأبهر البطني، وسواء هنا لدينا على اليسار المشهد الطبيعي وعلى اليمين المشهد غير الطبيعي، حيث ترون تضخما أو تمددا للشريان الأبهر بشكل غير عادي، وهو الأمر الذي يستدعي علاجا ملائما. وطبعا هذا النوع من التمددات الوعائية قد يحصل في كثير من الأوعية الدموية، وهنا لدينا حالة من النزيف البطني، وكما ترون فإنها تظهر للعيان على الجلد، حيث أن البشرة أو الجلد تحول فيه بقع قاتمة، وهو ما يؤشر على وجود هذا الفتق على صعيد الحاجب. وهذا طبعا يمثل حالة مستعجلة يجب معالجتها.
والتفاعل معها بسرعة. أيضا نحن تحدثنا عن فقدان أو نقص تناسين إكس، ولا سيما بالنسبة لحالات الإهلرز دانلوس المرتخية، ولا سيما بالنسبة للحالات من 6 إلى 9، وسواء تعلق الأمر بمتلازمة إهلرز دانلوس المرتخية أو غير المرتخية، فإن كثيرا من الحالات قد نجد لديها هذه الإصابة. وكما ترون في هذا الرسم البياني، فهناك حالات باللون الرمادي، وهي حالات التي تعاني من الإسهال والإمساك والاضطرابات في الجهاز الهضمي، وهي بالنسبة للمرضى الذين يعانون من إهلرز-دانلوس، و ذلك بالمقارنة مع المرضى الذين لا يعانون من هذه المتلازمة باللون الأسود. وكخلاصة، هذه تعقيدات بالنسبة للإهلرز-دانلوس الوعائي، سواء للانثقابات أو بالنسبة للنزيف، وهناك مثلا حالات انثقاب القولون، وذلك كما قلت من قبل، سواء تعلق الأمر بإهلرز-دانلوس العادي أو الحالات المرتخية أو شديدة الارتخاء. وطبعا هنا نحتاج لاستخدام التنظير للكشف عن كل هذه الاضطرابات، سواء في القولون أو في الأمعاء الرقيقة، وقد نتمكن بواسطة هذا التنظير وهذه العدسات أن نكتشف كثير من حالات النزيف في كل مسار الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى حالات التمدد وحالات الفتق والانثقاب. وأتمنى أن تكون هذه المداخلة مفيدة. وفي نهاية المطاف أريد أن أشكر كثير من الزملاء الذين ساعدوني خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر للارا بلوم وكل الزميلات والزملاء. شكرا جزيلا.